مشاهدينا رح نبلش معكم بأولى فقراتنا الحوارية. الرشاقة أو الجسم الجميل، قديش ممكن في ناس بتخاطر بحياتها، بتخاطر بصحتها من شان توصل لهذا الشيء، هذا الشيء الرائج حاليا للأسف، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه ممكن تلاقي خلطة أو ممكن تلاقي وصفة طبية انحف خلال 5 أيام، نقص وزنك خلال 30 يوم، في هيك شيء 20 كيلو مثلا. طبعا بتكون هي للأسف هي الوصفات هي عبارة عن حميات قاسية جدا وخطيرة جدا، إن كان على صحة الإنسان وإلى تأثيرات جانبية جدا جدا كبيرة. طبعا لنحكي أكثر عن هذا الموضوع ونتناقش فيه أكثر مع اختصاصية التغذية السيدة ريهام العلي، صارت معنا بالاستديو. صباح الخير. صباح النور. أهلا. صباح الخير ريهام، كيفك؟ أهلا. مثل ما قال يزن، دائما على النت منشوف خلال 5 أيام نقص وزنك 20 كيلو، 50 كيلو، أنا مبارح شفت 50 كيلو. نحكي بالبداية عن شو يعني حمية غذائية؟ الحمية الغذائية مو بالضرورة أنه أنا خلص عندي حمية غذائية معناتها أكيد لإنقاص الوزن. تمام. الحمية الغذائية هي أسلوب حياة، أني أنا ممكن أنا الهدف اللي بدي إياه أنه أنزل بالوزن، أو ممكن زيد بالوزن، أو ممكن لحافظ على شكل جسمي أو وزني أو لصحتي. حل. فما بالضرورة أنه دائما هي، أنا لما أقول أنه بدي أعطي لشخص حمية غذائية أنه أنا بس لإنقاص الوزن. حلو كتير ريهام، وشو قصة تبع 50 كيلو؟ شايفيت انه طيب بلكي واحد 60 كيلو وزنه مثلا، مش بضل 10 كيلو يعني. يعني انه لوين معناتها المبالغة، وفقط يعني فائدة هاي المنشورات وهي الامور فقط هي جذب الانتباه وجمع الاعجابات و هي الحميات او الاسلوب الاعلان عنها هي حيل ترويجيه، انك انت تعلن عن هي الحميه انه تذهل للاشخاص انه معناتها انه قديش انه رح، وخصوصا لما الشخص بيكون كثير عنده وزن زائد وكثير فاقد الامل بهيدا الشيء. واكيد هيدي الحميات خاطئه حكما لانه هي يعني أضرارها أكثر ما أنه فوائدها، أو ممكن هي حتى أصلاً متأثر بشيء يعني غير ما أنه تأثر على صحته للشخص، وهو أصلاً ما أنه مضطر يتبع هيك حميات ليحصل على النتيجة اللي بده إياها. ليش حتى أنا ألجأ لشيء يعذبني وأني أنا ما أتحمله، أو أنه أنا كتير بده صبر وتعب، وأنا بقدر أني لا أنا أكل منيح ومن كل الأكل اللي بدي إياه واللي بحبه، وبنفس الوقت حقق الهدف اللي بدي إياه إنه هو إن كان نزول الوزن أو زيادة الوزن. يعني أنت بتتابعي صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، عم بتشوفي هيدي الحميات اللي بنسميها رائجة على الإنترنت، في شيء إيجابي منها؟ عم تلاحظي في شيء إيجابي من هيدي الحميات؟ هلأ في حميات هي انعملت لأشخاص محددين. تمام. يعني لغرض محدد. وفي حميات كتير خاطئة. يعني مثلا في عنا حمية النوع الواحد. حمية النوع الواحد معناتها انه الشخص كل يوم بده ياكل انه فقط نوع محدد من الطعام، لنفترض البطاطا مثلا. تمام. يعني انا كل يوم ما فيني اكل غير بطاطا او لبن مثلا. هيدا الشيء كتير خاطئ لانه انا رح يحرمني من كتير عناصر غذائية بحاجة الجسم، رح تتخربط هرموناتنا، رح يصير عنا اضطرابات هضمية منا بعازتها، فأنا هذا الشيء رح يأثر على صحتي كتير سيئة بدها تصير بعدين. طبعا. النتائج بتظهر بعدين لاحقة يعني. وفي حميات لا بتكون لأشخاص مثلا حالة محددة، يعني مثلا أنه حالة صحية، مثلا عندنا حمية البحر الأبيض المتوسط. طبعا. هي حميات خاصة بمرضى ارتفاع ضغط الدم، فأنا هيدي الحمية بيعطيها للشخص اللي عنده ارتفاع ضغط الدم وممكن إذا بده ينزل بالوزن عن طريقها، أو هي لحتى أنك تحافظي على استقرار أو لضغط الدم محدد لحتى تساعدي لهيدا الشخص بأسلوب حياته أنه ما تتطور حالته الصحية أو ما تتأذى. يعني بفهم من حكيك ريهام أنه اليوم نحن أي حمية هي ممكن أن تتغير من شخص إلى آخر. تمام. ومن حالة إلى أخرى، فنحن ما لازم نعمم أي حمية على الكل. تماماً. كل شخص له حمية خاصة فيه مناسبة لإله، بتتعلق بعمره، بوزنه، بطوله. تمام. عشو بتتم القياس؟ يعني كيف نحن بنتم تحديد أنه هاي الحمية لهذا الشخص؟ تمام. على أي أساس خلينا نقول؟ أول شيء بنسأله الشخص شو عمره، شو وزنه، شو طوله، شو الحالات الصحية، تاريخه المرضي، شو الشغلات يعني الأعراض الصحية بتعرض لها الشخص. هيدي الأساسيات تماما للنظام الغذائي. والاستجابة يمكن خلال فترة ممكن تتعدل البرنامج خلال فترة. تماما. كل فترة بتعدل على حسب هو كيف تطور الشخص مع الحمية اللي متبعة. تماماً. والتزامه بهيدي الحمية. يعني الالتزام هو
هو بيساعد هيدا الشخص لحتى يلاقي النتيجة اللي بده اياها. المرغوبة. حكينا عن حمية البحر المتوسط، احنا حكينا انه بتنعطى لاشخاص محددين هنا اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط، شو ممكن تكون مكوناتها؟ ليش اسمها حمية البحر المتوسط؟ هي لانه تتعلق اكثر شيء بغذائنا كحمية منطقة حوض البحر الابيض المتوسط، لانه الاغذية بتعتمد اكثر شيء اني انا ازيد الخضار والفاكهة، بتعتمد على الالياف مثل اني الحبوب الكاملة، الخضرة والفواكه فيها كمية بوتاسيوم عالية، لانه انا بدي زيد كمية البوتاسيوم لحتى نزل ضغط الدم وخفف من كمية الصوديوم عن طريق اني انا ما الجأ للمعلبات او المخللات او خفف كمية الملح بالطعام او استغني مثلا اني انا على الملح، انه استخدم توابل بتساعدني بهيدي الطريقة اني انا لخف ضغط الدم مثل الزنجبيل، مثل استخدام الخل والليمون بالطعام. نعتمد الدهون الصحية تماما اللي هي موجودة بالمكسرات، زيت الزيتون المفترض، الأسماك والدواجن اللي ما أنا عالية بالدهون كمان، هاي كلها بتتضمن بالحمية البحر الأبيض المتوسط. حلو. طيب بعيدا عن الحالات الخاصة، خلينا نقول لي حالات مرضية لاتباع حمية معينة، إذا بدنا نحكي عن أبرز الحميات اللي أنت بنظرك هن فعلا أكثر فائدة، شو ممكن يكونوا أو شيء لهم تسميات أو شو ممكن يعني هيك تقترحي علينا؟ هلأ للأشخاص العاديين خلينا نقول ما عندهم حالات خاصة، يعني الأشخاص العاديين اللي ما بيعانوا من أمراض، هي دائما أفضل حمية هي حمية النظام الغذائي المتوازن. يعني فينك تشربي مي ريهام صحة وهنا يعني بالفعل كمان المي منيحة منشان الحمية، نتأكد منها أيمت الواحد لازم يشرب المي، بيقولوا المي كتير تحرق صحيح؟ هلا بدنا نشوف نتأكد من المعلومة. كنا عم نحكي عن الغذاء المتوازن. هلا أنا بسمع أو بشوف على الإنترنت هو الصيام المتقطع أو حمية الصيام المتقطع، أدي هيدي الحمية نافعة خليني أقوله، كيف ممكن نحن نتبع لهيدي حمية الصيام المتقطع ريهام؟ هي من الحميات المفيدة فعلا، واللي مثلا نحن منشانين مثلا نفترض بحمية نظام غذائي متوازن يعني تمام، فلحنا بدنا نكسر مثلا انه الروتين او نكسر الثباتي بالنظام، فينا نلجأ للصيام المتقطع ليغيرنا من نتيجة الثبات بالنظام. حلو. مثلا هي بتعتمد على اني انا صوم 18 او 16 ساعة، بهي الفترة اللي انا عم صوم فيها اني انا مسموح اشرب كل المشروبات اللي بدي اياها، بس انه ما فيها سعرات حرارية، يعني اشرب شاي، سهورات، متى، قهوة، اللي هو بس بدون سكر مثلا او اضافات، ولا بفترة الافطار اني اكل انا وجبات المحددة اللي بالنظام، فهيدي رح تعطينا نتيجة كويسة، ويعني من الحميات اللي انا بعتبرها جيده يعني معنا مضره تمام. وكحميه ثانيه مثلا نوع اخر هيك كمان بتحسيها انه فعلا مفيده ممكن تلاقي نتائج لإلها؟ باغلب الاحيان انه ما في، دائما بيكون لها اضرار، اما نحن عم نحكي على الاشخاص عاديين ما عندهم حالات صحيه فما لازم يلجأوا لطرق حديه لنقول بالنظام تمام، اي ما يكون متطرف ابدا لحتى هو يضل محافظ على النتيجه، لحتى انا مو بس قطعت النظام الغذائي اني انا ارجع زيد بالوزن وارجع خبص تماما. كثير بنشوفها لهيدي انه في اشخاص بيتبعوا نظام غذائي قاسي جدا لمده اسابيع او حتى احيانا شهور، بيتفاجئوا انه بالفعل صار جسمهم حلو كثير بعد فتره، او حتى في اشخاص بياخذوا مكملات غذائيه او ادويه خليني اقول منحفه، بعد فتره بس يقطعوا هيدا الدواء او هيدا الحميه بترجع وزنهم. لهيك احنا يمكن لازم نتبع حميه سهله، حميه حق خلينا نقول المنطقيه. يمكن ريهام شو رايك؟ الأدوية جداً إلى آثار جانبية كتير بتضر بصحة الشخص، مثل الصداع، الغثيان، الاضطرابات بالجهاز الهضمي، وهي حتى الأدوية يعني اللي بتنوصف إلى نزول الوزن إنه هي بيقولوا لك إنه ما لازم تعملي حمية غذائية. لا، أنا بالأول بعمل حمية غذائية وماني مضطر إلجأ للأدوية. حتى ممكن الأدوية منها ممكن تعمل إدمان للشخص إنه يضل بده يضل ياخد منها، واضطرابات عصبية، فآثارها الجانبية كتير
كثير كبيره كثير كبيره، فما مضطر الواحد يلجا لها اذا في يلجا للحميه من الاول يعني. بس الحلو انه الحاله العامه عنا بالمجتمع نظرتهم لهي الادويه اللي بتنحف انه مضره، يعني هي الحلو انه نسبه قليله جدا اللي بيتناولوها صراحه. طيب اذا نحن اليوم بدنا نحكي عن مواد طبيعيه ومنها بتذكر قصة المي والخل او المي والليمون الحامض اللي هي بتنشرب على الريق دائما، اكثر الناس اللي عم تساوي دايت بتشرب هذا الموضوع، هل هي هاي الشغلات صحيحه؟ هلا اولا خلينا نتفق انه ما في مشروب سحري بيحرق الدهون، يعني انا ما بشرب خل بيجي بيروح على الدهون بيجي ببخرها، اكيد لا ما في هيك شيء ابدا. دائما الفكره الاساسيه بالنظام الغذائي هو عجز السعرات، يعني انا اخذ اقل من حاجتي لحتى انا ينزل بالوزن. اما انا لما بدي الجا والله للخل والليمون، يعني مثل مثلا اني انا عم باكل همبرجر وبيتزا وبعدها اشرب شاي اخضر انه شو بدي احرق ولا احرق، فانا ما رح استفاد من هيدي المشروبات ابدا. هي بس فكرتها انه هي في الشائع الموضوع العلمي لها انه هي ممكن تنزل سكر الدم، او خلينا نقول تحافظ على استقرار بسكر الدم، انه انا قبل الوجبه اللي بدي اكلها نقول بفتره ما، فهي ابدا ما لها علاقه بنزول الوزن وابدا ما رح تنزل ابدا الوزن. ما بتفيد الاشخاص اللي عم يشربوا هلا خل وليمون من خلوا مي من الصبح، يعني ما عم يستفادوا. لا هن بيستفادوا، يعني الدم. الفكره انا مثلا الخل معلقه الخل انا بستفاد من فوائده، مثلا اني انا حتى فيني استفاد من فوائده لما بحطها على صحن السلطه مثلا. تمام. عادي. يعني انا بستفاد منهم، هي فيهم بيساعدوا بعمليه الهضم بيحفزوا البكتيريا الامعاء عشان الهضم وهالقصص هيدي، بس انا بستفاد منهم يعني حتى لو اني انا ما ضروري انا اشرب كل يوم. وخاصه في اشخاص عندهم مشاكل هضميه بالمعده او قرحه او هالقصص هيدي، فما كثير بنصحهم بهيدي، ممكن تزعجهم تعملهم ازعاجات كمان. والكثار من شرب المياه كمان احيانا بيكون لانقاص الوزن او زياده وزن، المي ممكن تعمل هيك شيء له؟ هي المي كثير اساسيه اني انا لانه بتدخل بكل العمليات الحيويه بالجسم، فاجباري اني انا لازم اذكر حالي اني لازم اشرب مي، انه بحيث انه مو معناتها كثير كثير كل الوقت اني عم بشرب مي، وبنفس الوقت اني انا ما انسى حالي انه المي عنصر كثير اساسي لحتى انظمتنا تعمل بشكل صحيح. حلو. اذا بدنا نكون كمان واقعيين، كثير بنشوف مثلا اشخاص وزنه والله 150 كيلو فجاه صار وزنه 100 كيلو، فجاه صار وزنه 80، يعني هي حالات هي استجاب لانظمه غذائيه معينه او لرياضه او الى اخره، ولكن بفتره جدا قصيره، يعني هاي من بداني لشخص طبيعي ولكن بسرعه جدا. هل هي هاي الشغله ممكن تكون مضره بحال تبع نظام غذائي قاسي جدا؟ هلا مضره ممكن هي حسب الشخص شو عم يتبع، ومضره لانه انت نزول الوزن السريع تمام. حتى يعني الواحد بينزل ويطلع بالوزن بشكل سريع رح يأثر عليه على أعضائه الداخلية، إنه ممكن يكون عم يفقد من البروتين بالعضلات، فهالإجهاد الزائد كمان على الشخص حتى بصير في عنده ترهلات بالجلد، تشققات، فما أنا مضطر كمان يلجأ له. وبالإضافة لازم يكون هيدا الشيء، يعني الحمية لازم هون تكون متناسبة مع الرياضة. الرياضة هي نحن عم نحكي أهم شيء، يمكن الرياضة تتناسب مع الحمية أو تتلازم خليني أقول مع طبعا. الحمية الغذائية اللي نحن بدنا نتبعها، لأنه يمكن أي شيء عم اتبعه بلا رياضة ما رح أخذ الشكل المثالي اللي أنا بدي إياه أو الشكل المطلوب خليني أقول ريهام. خلينا نتفق اول شيء انه لحنا ما فينا نقول انه مثلا انا اذا بدي اعمل نظام غذائي انه انا رح يطلع جسمي خارق. تماما يعني ان الفكره كل اجسامنا مختلفه عن بعض، كل شخص له شكل جسم معين له، فلازم نتقبل شكل جسمنا. صحيح. فبس الفكره انه انا بدي اغير من شكل جسمي لتحسن صحتي. صح. مو لانه انا خلص رح بدي صير خارق تجميل. تماما. احنا هون بدنا نروح عمليات تجميل بقى، مو انه انا اغير بشكل جسمي يعني بالذات. تماما. يعني وهيدا بيلتزم كمان مع الرياضه والنظام الغذائي. تمام. حلو كثير ريهام، خلينا نقول هيك كنصيحه عامه، شو الاسس اللي ممكن نحن فعلا نبني عليها حميه غذائيه لكل الاشخاص اللي حين عم يسمعوك وحابين ينقصوا وزنهم؟ اللي منهم انا، كيف ممكن نحن نبلش بهذا الموضوع ومن وين لازم نبلش؟ هلا اول شيء لازم الواحد يفكر دائما على طول انه انا ماني مضطر انه يكون النظام الغذائي عم يعذبني ويقاسي كثير علي او شيء، لا لازم انا اكل الشغلات كل اللي بحبها بشكل صحي
وبنفس الوقت اني انا اوثق بالاخصائي التغذيه لحتى يعطيني اني انا المجال انه سعراتي انا اللي بحاجته لحتى احصل على النتيجه اللي بدي اياها. يعني اهم شيء الرياضه وناخذ كل المكونات الغذائيه، ما بصير نحرم حالنا من مكون غذائي لانه هذا ممكن يضر صحتنا ويصير عكس الحميه المرغوبه. خليني اقول كوتش ريهام يعطيكي الف عافيه، شكرا لك على هيدي المعلومات وعلى هيدي الاطلاله الجميله كوتش، يعطيك الف عافيه. شكرا كثير لك كوتش ريهام العلي، يعطيك الف عافيه.